أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز بيع الدف للنساء خاصة؟ الدف غير الطبل، الدف هو الذي يكون مغطى من جهة، هذا يجوز استعماله في أحوال هي إعلان النكاح أو قدوم الغائب أو ما أشبه ذلك من الأمور التي جاءت الرخصة فيها. وأما الطبل هو المسدود من جهتين، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه من آلات اللهو الخالصة مثل المعازف والمزامير والعود نعم، يجب إتلافه. نعم.